ولنقاش آخر تطورات المشهد الأمريكي بعد اقتحام الكونغرس من قبل محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل حساني. أهلا بكم. أهلا بك. انطلاقا من التطورات المتسارعة في الكونغرس واقتحام أنصار ترامب لجلسة الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات، ما هي آخر التطورات وكيف يمكن تفسير هذه الدعوات الأخيرة لترامب لأنصاره لاقتحام الجلسة؟ يعني من يوم أمس وأنصار الرئيس ترامب يتجمعون من كل الولايات، وبالفعل تجمعوا وسمح لهم بالبقاء قريبين من البيت الأبيض، وخطب فيهم الرئيس بكلام تحريضي يعني كان خطير وملغوم، وهو طلب من القوات تنفيذ القانون أن يتقربوا أكثر وأكثر، وبالفعل يعني قدم خطاب رغم انه كله مغالطات وتجاوزات وشتائم يعني لا تليق بالرئيس يعني، ومع ذلك كثير من المتظاهرين واللي هم بالالوف رجعوا الى فنادقهم واماكنهم، لكنه البعض دخل تجاوز على الكابيتول هيل اللي هو بناية الكونغرس، ودخلوا بشكل مفاجئ وتجاوزوا على القيود والحواجز والقوات الأمنية، وهنالك يقال أنه أحدهم قد ضرب بطلق ناري والدماء موجودة صارت داخل الكابيتول هيل. أعضاء الكونغرس من السنت والريبريزنتيف اللي هم النواب مع حماياتهم تم محاصرتهم في مكاتبهم، والآن هم في مأمن. آخر الأخبار تقول أنه مكاتب السناتور الآن هادئة، وتم إجلاء كل المتظاهرين من المكان وقاعات السناتور مجلس الشيوخ. هل هناك إمكانية لإعادة استئناف الجلسة والمصادقة على النتائج؟ لا أدري، ولكنه الآن هم أعلنوا الكرفيو اللي هو الحظر في واشنطن يبدأ الساعة 6 المغرب وإلى يوم الغد، وأعتقد أنه بعد الحظر وإجلاء كل المتظاهرين من واشنطن يمكن أن يعيدوا استئناف الجلسات ويكملوا الإجراءات الصحيحة. ترامب في كلمة له أمام أنصاره حاول تحميل نائبه مايك بينس تحميله مسؤولية عرقلة المصادقة على النتائج، هل بإمكان بينس تنفيذ هذه الأوامر أو هل لديه الصلاحيات الكافية لذلك؟ يعني مع الدور المرسومي لنائب الرئيس أعتقد دوره محدد بالقانون وبفتح الغلاف الظروف النتائج للولايات وتقديم المراسيم وضبط الجلسة المجتمعة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وعليه أن يسمع الاعتراضات. الاعتراضات سمعها من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، وقرر أنه جلسة تفض ويصبح مجلسين، المجلس يجتمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويجروا كل الجدل القانوني ويتخذوا الإجراءات وفقا للدستور، ولكنه غير منتجة يعني كل الكل متفق بما فيهم الجمهوريون متفقون على أنه غير منتجة هذه، ولكن يريدون أن يسمعوا صوت المعترضين حتى ربما يتجاوزوها في المستقبل، سواء بإجراء تعديلات تشريعية أو تغيير السياسة الانتخابية. كيف ستنعكس هذه المظاهرات على مستقبل أمريكا والولاية الجديدة لبايدن؟
يعني هذه صفحة سوداء الكل متفق عليها، واليوم يعني هذا طارت في أسوأ حالاته. وأعتقد اعتقاد شخصي أنه إذا لم يحاسب الرئيس ترامب جنائيا على كل هذه الأفعال الخاصة بالانتخابات وما قبلها، أعتقد الضرر راح يكون كبير على أمريكا وقيمها بالداخل الأمريكي وخارج أمريكا. شكرا جزيلا لكم رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، حدثنا عبر الهاتف من واشنطن.